يقول أرسطو الفيلسوف اليوناني: ما نفعله بشكل متكرر هو ما نحن عليه، لذا اللي بيميزنا هو بعاداتنا وليس بأفعالنا. وبتقول الحكمة القديمة: ازرع فكرة تحصد عملاً، ازرع عملاً تحصد عادة، ازرع عادة تحصد شخصية، ازرع شخصية تحصد مصيراً. فالعادة تكرار السلوك وعنوان شخصيتنا، فكيف سنغير من عاداتنا التي لابد أن تتبدل وتبدل مصيرنا بعد الخروج من جائحة الكورونا؟ سنصطدم أولاً بمقولة: من شب على شيء شاب عليه، أي أني لا أستطيع أن أغير ما يحصل. ويقول أبو العلاء المعري: الطبع شيء قديم لا يحس به، وعادة المرء هي طبعه الثاني. إذن هناك طبع أول يجب أن نعود إليه لنمحو الطبع الثاني أو نغيره لطبع ثالث. وللعادات قوة وجاذبية لا تقاوم، ولكن ماذا لو فرض علينا، وهذا ما سيحصل، أن نغير من عاداتنا؟ فلا بد من أزمة طارئة لهذا، أو قوة قاهرة لتدفعنا للتغيير لمصلحتنا. ولهذا نحتاج إلى قوة الإرادة والانصياع للتحول. وكما يقول الأديب اللبناني أمين نخلي: انتصار الإرادة على العادة حياة مستعادة. لابد أن نستعيد حياتنا وأن نبدل عاداتنا خارجاً وبالممارسة. بعد كوفيد-19 لن تبقى الأشياء كما كنا نفعلها. أنت منذ الآن وأنت في الخارج تحتاج مثلاً إلى مساحة آمنة بحدود 4 أمتار مكعبة، أي المساحة اللي بتفصلك وبتبعدك عن الآخرين. وبالمطعم لن تجلس على طاولة بمحاذاة أحد. في الباص أو القطار لابد من مسافة آمنة. في محل شراء الثياب ستقيس ما تريد ثم تخرج دون أن تمس شيئاً آخر. لابد أن نمارس المثل: اللبيب من الإشارة يفهم. ستقوى لغة العيون وسنفعل أصواتنا التي خفتت منذ زمن، وستصبح الشوارع ومداخل المحال عبارة عن أمتار من الأمان والفصل الآمن بيننا. عاداتنا لابد أن تتغير، لابد أن نقبل بهذا التغيير. إنه أمر صارم ومؤلم في البداية، ولكن به ستستمر الحياة ورح نحافظ على أنفسنا وعلى الآخرين. لا يزال العالم يخوض معركته ضد فيروس كورونا كوفيد-19، ولأجل سلامتنا وحفاظنا على حياتنا قبلنا أن تنقلب عاداتنا اليومية رأساً على عقب، لتصبح الكثير من عاداتنا السابقة نسياً منسياً ولو إلى حين. فقد تحولنا رغماً عنا إلى عادة جديدة لم نكن نألفها. ما لا جدال فيه أن ارتداء الكمامة الواقية قبل أن تخرج من عتبة بيتك سيبقى إلى أمد طويل قانوناً رئيسياً لا يجوز تجاهله إطلاقاً، وأن التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة أيضاً ستبقى إلزامياً في مواقع العمل والمقاهي والمطاعم وفي حافلات النقل العام والقطارات والمطارات وغيرها. في مراكز التسوق سيكون هناك رقابة صارمة لمراقبة إجراءات الوقاية، وأيضاً لمراقبة انضباط المتسوقين بالمسافات الآمنة. أما التسوق الإلكتروني فإنه اليوم وغداً سيصبح ربما الوسيلة الآمنة للتسوق. وعملية التعليم والتعلم عن بعد عبر شبكة الإنترنت ستستمر، وكذلك العمل عن بعد من البيت سوف يستمر وبنسبة كبيرة لدى عدة قطاعات تجارية وخدمية. في البيت النظافة أولاً والتعقيم في كل وقت، ولكن باعتدال تجنباً لضرر آخر قد يصيبنا من المبالغة في استخدام مواد التعقيم الكيميائية على اختلاف أنواعها. ومن جهة أخرى سيتجه العديد من الناس إلى تطبيق التقنيات الذكية في منازلهم كنوع من التحول إلى المنازل الذكية، حيث بلمسة زر أو بأمر صوتي يمكنك التحكم بالإنارة أو الستائر أو أنظمة التكييف وغيرها الكثير.
غدا سيزداد الطلب على السيارات ذاتية القيادة، ليس هكذا فقط، بل السيارات المزودة بأنظمة تعقيم خاصة، وربما تكون مزودة بأنظمة ذكية قادرة على استشعار التلوث الفيروسي داخل السيارة. أما الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية التي أصبحت شغل الشاغل، ستصبح عبارة عن ألواح زجاجية ذكية تعمل بالأوامر الصوتية والحركية أيضا، وربما ستصبح على شكل شرائح خليوية ذكية مدمجة مع معصم اليد، نتلقى بها الاتصالات والرسائل ونتصفح شبكة الأنترنت. الآن وفي المستقبل القريب سيكون لكل هذا التغيير ومن منظور إيجابي فائدة كبيرة تتجلى في الحفاظ على سلامتنا وصحتنا، ولنعلم أن انتصارنا على هذا الوباء يأتي بالتزامنا والتفكير بالمصلحة العامة لأجل الجميع. نعم أعزائي، لابد من تغيير العادات تماماً. نحن نسطر اليوم أدبيات جديدة لمجتمعنا، بمجتمع حريص حذر ومحب أيضاً وصديق، بمجتمع سيتغير فيه مفهوم الاستهلاك والشراء والبيع والكلام والسلام والأكل والملبس والهندام والمشي والجلوس والسفر والتنقل والرياضة والسينما والمسرح. عاداتنا ما سنصبح عليه، فسيصبح بتغييرها بعداً جديد لابد أن فيه جديد، لا سيما أننا على أبواب العيد، عيد الفطر السعيد. أهلاً بالعيد، أهلاً بك في كل عام يا عيد، ولو أنك السنة بدون مراجيح، لكن تكفينا ضحكتكم وفرحتنا. أيحق لنا أن نقتبس ونتصرف بشعر المتنبي ونقول: عيد بأي حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالجائحة دونهم، فليت دونك جوائح دونها بيد. هل لاحظتم أنه رغم التشاؤم في هذه القصيدة فإن المتنبي يعلن أن في العيد تجديد؟ فتفاءلوا بالخير، نلقاكم قريباً، وكل عام وأنتم بخير. إلى اللقاء.